الفن عالم واسع، فيك يكون فنان بأبسط الطرق، وفيك يكون عندك روح حلوة. ضيوفنا لليوم دمجوا بين دراستهم وبين موهبتهم وشغلهم ليعملوا قطع مميزة وخاصة، ليكونوا مثال عن صبايا بلشوا هيك مشروع صغير، ولكن هالمشروع بيهدف انه يكون في عنا مادة واكسسوارات مميزة. صحيح سلمى، وعالم الاكسسوار هو عالم واسع، كيف اذا كان بروح ونفس. من الاكسسوارات للحقائب كله صار يتجه للشغل اليدوي، لأنه الشغل اليدوي بالنهاية هو شغل مميز وبيترك بصمة مميزة، ويمكن القطعة مانا مكررة، وكثير بتسعى سيدات وصبايا انه تكون لابسة قطعة مميزة ما كثير لابسين منها. لنحكي أكثر اليوم عن الأكسسوارات المميزة اللي بألوان الصيف وغيرها، بصرنا نرحب بضيوفنا نيكول وبريكسام عبيد، يعني من أهالي زبداني أنتو، من أهل البيت، أهلا وسهلا فيكم بصباحنا غير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم صبايا، يعني اليوم جو مميز، نرجعكم هيك لذكريات الطفولة ونكون موجودين بالزبداني. أول شيء كيف هيك وأنتوا جايين على الطريق، كيف شفتوا الأجواء؟ قد إيه حسيتوا إنه رجعت شوي صورة الذاكرة القديمة إلكم؟ إيه صح طبعاً أكيد، والهواء غير، كل شيء غير. كلنا بداية رح نبلش معك بريكسام، وبنسألوا مع بعض لأنه أنتوا أخوات، الله يخليكم لبعض، شغلكم مميز، كيف إذا اجتمعتوا على الشغل فيه شغلات حلوة؟ كلنا بالإضافة لدراستكم كيف إجت لعندكم الفكرة؟ عندكم مرأة من زمان تشتغلوا هالشغل؟ إيه بلش معنا من نحن صغار، يعني بلش معنا مثلا أول شيء كانت ماما هي تحضرنا إكسسوارات لحالها بالبيت. إيه أكيد أكيد لا صباح الخير. إيه هي يعني هي اللي شجعتنا على هذا الشيء، يعني نحن من نحن وصغار تشتغلنا حتى إكسسواراتنا وقت كنا صغار، ونحن وقت كبرنا صرنا مثلا تجيب لنا خيطان، كانت من زمان دارجة الخيطان الساتان وجدايل وهيك، يعني بلشت معنا بشيء كثير بسيط اول شيء، بعدين نحن صرنا نقول ليكي مثلا هدول عم يشاركوا عم يعملوا، بدنا شارك ببازارات مثلهم، وهي يلي صارت تشجعنا. حلو، يعني اليوم بريكسام ونيكول خلينا نبلش نحكي شوي مشان كمان نلحق نعرض المنتجات قدامكم مجموعه، اذا فينا نحكي عن اهم المنتجات اللي بتشتغلوا فيها، فينا تبلشي تفرجينا شوي. طبعا هلا بالصيف اكثر شيء بيكون دارج الالوان، هلا مو هدول كلهم اللي بايديك، ايه الازرق المستوحى من البحر، خديهم ورجعي، وهي كاميرتك مشان بس تظهريهم شوي على الكاميرا، هي عجبتها لسلمى من وقت ما كنا الموضة. ايه دارجة هلا، هي موضة جديدة اخر موضة، عندنا الازرق اكثر شيء، والعين هلا دارجين كثير ازرق من لون البحر، دائما بالصيف تكون الالوان الزاهيه الاصفر، الالوان الزاهيه، وتعدد الوان مع بعض. شغلكم مع بعض ولا في عندك شغلنا مع بعض؟ لا اثنيناتنا يعني مع بعض، يعني بناخذ راي بعض، ان كان بالتصميم بناخذ راي بعض، ما بننفذ، يعني لا انا بنفذ بدون ما اخذ رايه، ولا هي بتنفذ بدون ما تاخذ رايي. فاحلى حلو، دائما بالتعاون كل شيء بصير. ومثل ما انت حكيتي عالم واسع، يعني ما يعني في الوان كثير، في اشكال كثير، هي انا كمان رح ساعدكم، رح بلش من هون. بريكسام ايضا حكيت لنا نيكول عن الوان الصيف، يمكن انتم بالاتفاق مع بعض بتشوفوا تتخيلوا القطعه، يعني بتتخيليها يعني قبل ما عجل وقت تتخيلي شغلة بتطلع حلوة. ايه تماما، مثلا ليكي هدول الالوان حلوين على بعض، شو رأيك نعمل هيك طوق مثلا من اي شيء مستوحي، ممكن من فستان، ممكن من السماء، من البحر، من وردة، ممكن نشوف انه ليكي الوانها حلوين، تعال نعمل مثلهم. هدول خلاخل؟ هدول خلاخل، ايه عندك هيك شيء اساور، هدول صدف، خليهم لكاميرتك بتظهر، من صدف بس هيك البحر هيك. ايوه طبعا لك الالوان ما احلاها، سلمى لحالها بتعطي طاقه. وموضه الصدف هلا، موضه الصدف، ايه وخاصه بالصيف. يمكن حاطه انت اكسسوار من شغلك؟ ايه كله شغلي. ما بتضطري تشتري؟ لا والله الا ما احيانا، يعني هيك الواحد تعجبه قطعه بالسوق، يلي بيشتغل هيك بايده ما بيعجبه عن جد. ويمكن المواد الاوليه سالي بسيطه، يعني نحن عم نحكي عن مواد هي مانا مكلفة فعليا تماما، هو الأحجار هي كلياتها موجودة بالسوق، وأسواقنا السوق الحمدية، سوق الجملة، سوق الخراز موجود فيها، وكل هاي المواد بسيطة، ومثل ما شايفين عم يطلع الناتج
كثير حلو. خلينا نحكي عن المواد اللي عم تستخدموها وبالنسبه للتكلفه، لانه هلا في ناس كثير بتخاف من الاسعار الغاليه، ولكن نحن عم نشوف تحت الهواء سالتكم اسعاركم مقبوله منطقيه بالنسبه للاسواق. صحيح. اي طبعا، لانه بالنهايه هي الاكسسوارات كماليات، يعني مو اي حدا يعني بيشتري اكسسوار اخر شيء بفكر فيه هلا العالم هي الاكسسوارات. بس الصبايا شجعتوهم انتم هلا؟ اي طبعا، لانه الصبايا اول شيء بيركضوا على الاكسسوارات، فمشان يكون في امكانيه لكل الصبايا ولكل فئات المجتمع ان تشتري تقني. مزبوط مثل ما قلتي، لانه بالنهايه هي كماليات. نعم، يعني ايضا عم بنشوف سلمى يعني يمكن هلا حلقات كمان مميزين، في منهم العقيق داخل وفي منهم احجار ملونه واللولو واللي حاططين شو هذا؟ كمان حجار، هذا حجر. والخرز ايضا داخل بالحلقات لساتهم على الشاشه، يعني على بساطتهم بيعطوا قيمه كثير حلوه. وخليني احكي كمان لو سمحتي على الموديلات اللي قدامك. هلا هيك شيء كمان بالحجر، في بالعقيق، في بحجر الازاز. هلا هدول قطع ثقيله وخرج شيك اكثر، يعني مو خرج كل يوم مثل هالقطع الصيفيه مثلا. نفس الشيء يعني كمان بنحاول نرضي كل الاذواق، يعني في عالم بيحبوا يحطوا شيء كاجوال مثلا، في عالم بيحبوا اشياء شيك. ايه مثل هيك اشياء شيك، حتى في سهره في الوان دافئه مثل هدول يلي بايدي. في عالم ما بتحب الالوان الصيفيه، انا منهم كمان. ايه بحب الالوان التوتي، الالوان الدافيه تماما. فايه من يعني بنجرب انه كل الاذواق تكون رضيانه يعني. نعم، يعني عم نشوف يمكن كميه من الالوان مع الخضار مع كل شيء حلو. عن جد يعني يحكوا لنا هيك، عم في وقت معين بتاكل قطعه ولا لا؟ انتم بتشتغلوا القطعه برواق ورويه؟ يعني اذا حدا مستعجل على القطعه يمكن بتقولوا له ما فينا نشتغلها من هيك. هلا حسب اثنيناتهم مع بعض، لانه حسب القطعه يعني حسب اللي فاضيه تشتغل وقتها، لانه كمان عم ندرس وعم نشتغل مع بعض. برافو، شو بتدرسوا؟ انا انا فنون جميله سنه رابعه. فنون جميله وهي هلا خلصت بكالوريا. خلصت بكالوريا. حلو، شو ناوية تدخلي؟ ان شاء الله زميلتكم قولوا الله. ان شاء الله، ان شاء الله بتحققوا كل احلامكم. خليلي يعني. يعني اليوم هيك بختام حديثنا، خلينا نقول قديش مهم يكون في عندنا هيك مشروع صغير بهذا الوقت الشباب يبلشوا فيه. يعني انتم لسه شباب صغار، فنون جميله، لسه ما دخلتي حتى الواقع الاكاديمي بعد العملي. قد ايه بتحسي انه انا لازم اعمل شيء؟ ما لازم ضلني مستنيه دائما، لازم ادور انا على حلول. صحيح. ولو كانت هاي الحلول طبعاً. مثل هذا المشروع الصغير اللي عم نحكي عنه. ايه طبعا، لازم الواحد انه يعمل شيء بالحياه شو ما كان، وخاصه اذا كان شيء بحبه فهو بيبدع فيه اكثر، وبيفسح له مجال لانه يكون مجال عمله بالمستقبل. يعني مو بس هو بلشت معنا هوايه بعدين صارت مجال عمل مع الوقت. فيني احكي شيء؟ تفضلي. بلشنا صراحه ب 3000 ليره، يعني نزلنا جبنا اغراض بسيطه. حلو. بعدين بلشنا نكبر اكثر اكثر، يعني لحتى وصلنا لهون 3000 ليره راس مال. طبعا من زمان، اكيد من زمان، مو هلا. على حديثك هاد بيعطي لكل شيء حابب يبلش مشروع انه احنا ما معنا مصاري، ما حدا معه راس مال كبير، بس انتم بلشتوا ب 3000 ليره، فما بالكم انه في حدا ممكن يبلش بمبلغ اكبر ويكبر اكثر. طبعا ان شاء الله بيصيروا كتار كثير. ما بدنا نقول ارقام، ان شاء الله بصير كتار. لا اكيد بنشجع كل العالم ما يوقفوا عند شيء. ايه يعني هي بتبلش شوي شوي، شغله ورا شغله، قطعه ورا قطعه، بعدين بصيروا بكبروا اكثر، بصير مشروع. يعني احنا اول شيء بلشنا بالبيت وعنيت، بعدين صرنا نشارك ببازارات. حلو، اكيد بدنا نتمنى لكم كل التوفيق. نحن كثير كنا مبسوطين نشارك صبايا من الزبداني اليوم بمشروعنا الصغير والحلو، وبنتمنى اكيد كل اللي شافوكم كمان يشوفوا كيف شبابنا قادر وواعي وعنده مسؤوليه انه يشتغل من ابسط شيء، يعمل مشروع له. شكرا كثير لكم. شكرا لكم.